وسهلا فيكم في فيديو جديد. هلا هذا الفيديو كتير مهم وخصوصا للناس اللي عندها مشكلة في rounded shoulders والanterior pelvic tilt. الanterior pelvic tilt اللي هو دوران الحوض الخلفي، اسمه بالعربي rounded shoulders، اللي هم الاكتاف اللي داخلين لجوا زي هيك. هلا هدول من اسبابهم الرئيسية انه عنا عضلات البطن وعضلات الظهر اللي هم المعاكسين لبعض. عضلات البطن الامامية بتكون اللي من جوا ضعيفة، وعضلات الظهر الخلفية اللي هي بقية الكور عندنا اللي هو بطن مع الأوبليكس مع الظهر، هذا كله كامل من هون اسمه الكور. فهلا هدول العضلات الظهر الخلفية بتكون ضعيفة، بتكون تايت مشدودة على الآخر، وعضلات البطن بتكون ضعيفة ومرخية، وعضلات اللي هي الهيب فليكسرز اللي هم بيشبكوا بين الرجل والبطن، هدول برضو بيكونوا كتير مشدودين، والجلوتس اللي هي عضلات المؤخرة بتكون ضعيفة. فهلأ احنا عنا عشان نفهم الموضوع، بطن مع ظهر هدول المعاكسين لبعض، واحدة ضعيفة واحدة مشدودة. الهيب فليكسرز والمؤخرة الجلوتس، واحدة برضو مشدودة والتانية ضعيفة، برضو معاكسين لبعض. هلا هدول من اسبابهم انه هلا لما يكون عندي الهيب فليكسر اللي هي العضلات الاماميه هاي مشدوده وعضلات البطن مرخيه، راح يصير فيي اني راح انزل كل المنطقه التحتانيه هاي من هون راح تنزل لتحت زي هيك، فبصير البطن نازل لجوا. هذا بياثر على الظهر بخليه شد بزياده. بنفس الوقت لانه هذا نازل لتحت كله من هون، ببطل انا عارف اني افتح صدري، بصير الواحد بده يفتح صدره حتى وهو بحاول يتمرن تمرين الصدر بضله نازل لجوا. هلا من الاسباب الثانيه للكتف اللي هي بتخلي الكتف يدخل لجوا، انه في عندنا العضلات هاي اللي هون فيها شد كتير، تكون تايت على الاخر فبدنا نرخيها. وعضلات الظهر من ورا هون هاي بتكون مش اكتف، يعني مش شغاله. فاحنا عندنا شغلتين لازم نسويهم عشان نحل الموضوع، في منطقة السفلية والمنطقة العلوية. في عنا أماكن لازم نعملها ريليس، يعني لازم نخفف الضغط على الأماكن المشدودة ونرخيها، وفي عنا الشغلة الثانية اللي هي الأماكن اللي بدنا نعملها activation، يعني بدنا نفعلها وبدنا نشغل العضلات اللي مش فعالة. العضلات اللي مش لما تشتغل بتصير تدعم، فلما أنا أشغل العضلات اللي ورا هاي بتصير تدعم البوستشر تبعي، بس اشغل عضلات الجلوت عضلات المؤخره راح تصير تدعم هذا البوستر عندي. طبعا ممكن تحل مشاكل ثانيه لما تشغلوا عضلات الجلوت، هذا له فيديو لحاله راح يكون كثير طويل، اللي هو كيف احنا نحل مشاكل الركب، لانه هاي معظمها بتيجي برضو من عضلات الجلوت، انه الجلوت مش شغالين صح. هلا بس انت تشغل عضلات الجلوت هذا لحاله، بس نشغله راح يحسن عندك الوقوف والجلوس لما توقف وتقعد، وراح يحسن عندك ال هذا البست تبعي او واحد من البستين اللي عندي. هلا راح نحسن الجلوس والوقفة، هذول راح يتحسنوا عندك في تفعيل الجلوس. خلينا نبدأ. هلا في اول تمرين راح نعمله اللي هو بدنا نرخي الصدر من فوق. عشان نرخي الصدر من فوق، اذا انت بالجيم بامكانك تحط بار على الراك، بعد ما نحط البار راح نحط البار بارتفاع الكتف، بعدين راح امسك العضله اللي هي بالضبط على راس الصدر من فوق وعند الكتف، وبهاي راح اشد عليها على البار، يعني راح احاول اني اخلي الشد والضغط عليها، راح اشد عليها بعدين راح اصير ارفع وانزل ايدي باتجاهات مختلفة. يعني بنحاول نرفع الايد لفوق، طبعا ما بترفعها كتير لانه انت اوريدي شادد على العضلة، فراح ترفعها بس لانه نعطي بريشر زيادة شوي صغيرة، بعدين بنزلها وراح نعملها بالسرعة اللي انتو شايفينها. ما بدك تعمل التمرين بسرعة كتير، وما بدك تحط بريشر قليل، يعني احنا بدنا نحط ضغط كويس على هذا المكان عشان نرخي. هلا اذا انت مثلا مش بالجيم وبدك ترخي هاي العضله، بامكانك تعملها تمرين في البيت اذا عندك طابه شوي قاسيه. يعني في عندنا طابه بدها تكون معموله من زي طابه الجولف
او زي في طابة اسمها لاكروس بول، اللي هي هاي معمولة اصلا للفيزيو، لتمارين الفيزيو بالعادة. بس اذا عندك انت طابة قاسية او عندك كاتل بالبيت او حتى ممكن بدمبل، بتحطها وبتشد فيها مظبوط. التمرين اللي بعده زي ما حكينا، احنا اول شيء رح نعمل التمارين انه انا بدي ارخي كل الاماكن التايت، بعدين رح ابلش بالاكتيفيشن. فدائما اول شيء بنرخي، تاني شيء بنعمل اكتيفيشن. التمرين الثاني رح اعلق باند، وزي ما انتم شايفين هذا المشد الريزيستن باند كتير خفيف. بنبلش بالريزيستن باند الخفيف، بعد فترة بامكانك انت تبلش بالريزيستن باند اعلى من هيك، او اللي هو بيجي اتخن شوي. هلا اذا الريزيستن باند اللي انت بلشت فيه كان من التخين، رح تتغلب في حركة لفة الايد اللي احنا بنحاول نعملها. فاحنا بدنا نلف الايد، نحاول نوصل فيها لاعلى الظهر، يعني بدك تلفها لفة كاملة. شايفين الاصبع الابهام هو اللي عماله بحرك الاتجاه عندي، بلف ايدي، بنزل فيه لتحت وبلفه بعدين ورا ظهري. هلا بس اوصل ورا الظهر بدك تفتح صدرك على الاخر. بتعمل هذا التمرين على طبعا دائما بنعمل التمارين على الجهتين. هلا المنطقة الثانية اللي بدنا نفتحها ونظبطها او نرخيها، اللي هي منطقة الهيب فليكسرز، اللي هم العضلات اللي شاركين بين الرجل والبطن. هذا التمرين تحط رجل بتسعين درجة والرجل الثانية بنفتحها لورا على الاخر، وبعديها راح اورجيكم اياه من جهة ثانية. نحاول نفتح الرجل على الاخر، بفتح ظهري لفوق، صدرك مفتوح، وبعدين بتنزل لتحت، بتعمل بوش، يعني بتدفش من باتجاه الارض لجوا، تحاول تدفش وتنزل لتحت، تخلي دائما الصدر مفتوح والظهر مفتوح لورا عشان نعطيها الاسترتش اللازم. هلا في اخر الحركة بتحاول تعمل البوش، وبتحاول تعمل انك تمسك شوي او تمسك شوي على هاي لمدة ثانية او ثانيتين، بعدين بنرد بنرجع وبنرد بندفش كمان مرة. برضو بهذا التمرين رح نعمل على الجهتين، كل التمارين رح نعمل فيها للجهتين. مهم كتير اني اشتغل على الجهتين. هلا بنيجي لتمارين الاكتيفيشن. تمارين الاكتيفيشن اول شيء رخينا الصدر من فوق، اللي هو خصوصا اللي هو عند الليجمنت هون بين الصدر والكتف، هدول بنرخيهم الاثنين مع بعض. وبعدين عملنا حركة دائرية للكتف عشان نفك المفصل شوي. هلا حركة دائرية للكتف هاي هي عبارة، مفصل الكتف عبارة عن اشي اسمه بول اند سوكت، اللي هم بتحركوا بهاي الطريقة. فاحنا عنا عظمة زي هيك، والمفصل اللي فوقيها حيكون زي هيك، هدول بتحركوا بحركة هاي الحركة. هلا اذا احنا صار في تكلس او مش عماله بتحرك، لانه بالايام العادية احنا حتى برفع الاوزان ما بنعمل حركة دائرية الا اذا انت بتسبح او من السباحين. فالحركة الدائرية للمفصل بالعادة ان الواحد يرفع ايده على الاخر ويلفها ورا، هاي ما بنعملها. فبصير في تكلس بالمفصل، بطل يتحرك الحركة، ما في عنده مرونة كافية انه يتحركها. فاحنا اللي بنعمله انه بنحاول نفتح المفصل، نريح المفصل شوي، وبنفس الوقت لانه المفصل لما يكون مكلس راح يضله ميبس هون محله، فاحنا بنحاول نفتحه، نعطيه حركة تصير فيه مرونة كافية. وبنفتح وبنرخي العضلات اللي هي عند الصدر هون من فوق زي ما حكينا في التمرين الثاني، وبعدين بنرخي العضلات اللي تحت. هلا بعد ما رخينا الجسم، طبعا هدول الاثنين بنعملوا مع بعض، يعني لما انت بدك مش يوم بترخي ويوم بتعمل اكتيفيشن، احنا بنخلص تمارين اللي بنرخي فيها العضلات دايركت وراها بنروح بنعمل التمارين اللي فيها الاكتيفيشن. هلا تمارين الاكتيفيشن رح نستعمل ريزيستنت باند خفيفه اللي هي اسمها البوتي باند. البوتي باند هاي عباره عن مشد مدور بنحط حوالين الرجلين، فاحنا رح نستعمله انه نحطه حوالين الركب من فوق. راح احطه بهاي الطريقه بالضبط عند يعني على حفه الركبه من فوق. ما بدك ترفع المشد كتير، وما بدك تنزله كتير تحت، دائما بضله فوق الركبه. هلا بنبلش نعمل تمرين اسمه lateral shuffle. فحنمشي سايد للسايد. اول شيء تخلي البطن مشدود، تفتح صدرك لفوق، وبتمشي من 10 خطوات لليمين و10 خطوات لليسار. هلا لاحظوا
إنه لما أمشي هدول الخطوات أنا عمالي بمشي على القدم من برا، وبحاول أخلي القدم مفتوحة لبرا مش لجوا، لأنه لما تفتح القدم لبرا أنت بتشغل عضلة اسمها الجلوتس ميديس. إحنا طبعا عنا عضلات المؤخرة اللي هم 3 أجزاء، الجلوتس ميديس هي واحدة منهم، فإحنا بدنا نحاول نركز على هاي العضلة لأنه هاي أكتر عضلة بتكون مش أكتف ونايمة، يعني ما بتشتغل، خصوصا لما تعمل تمارين المشي العادية. وهاي التمارين إذا إحنا مش مشغلينها صح، هاي اللي ممكن تعمل لك واحد ما يكون في عنده توازن كويس، ما يكون في عنده، طبعا بتشبك على أكتر من شغلة، إنه من القدم للبطة للساق، بتروح على مفصل الحوض كله، بعدين بروح على الظهر، بعمل على اللور باك، فكله هذا مشبوك ببعضه. هلا بس نشغل هاي العضلة راح تحللنا مشاكل كتيرة، بس هاي العضلة لحالها ممكن تحللنا مشاكل كتيرة. هلا التمرين الثاني اللي راح نعمله هو على الأرض، اسمه الهيب ثراست أو الهيب بريدج، اللي هو احنا بنطلع فيه من الأرض، بخلي إجري راب علي، ظهري بخليه، بحاول أخلي ظهري على الأرض بحيث إني أشد البطن لجوا. هلا في ناس كتير بتعمل هذا التمرين وبيعملوه طبعا بأوزان، والصبايا دائما بيعملوه بأوزان لأنه هو من التمارين اللي بعطينا شيب حلو للمؤخرة. بس هذا التمرين لما نعمله ركزوا فيه على إنه البطن يكون مشدود لجوا، مش بس إني أرفع، لأنه إذا بترفع بهذا التمرين، خصوصا وأنت حاطط الباند أو حاطط وزن ومش عمالك بتشغل الجلوت صح، دايركت اللي حيروح الشغل عندي وين؟ على أسفل الظهر. فأسفل الظهر بصير ياخذ من هذا التمرين، وهاي هي المشكلة الأساسية اللي احنا بدنا نحلها. فإحنا بدنا نحل إنه مشكلة أسفل الظهر عماله باخذ جهد زيادة، عم بعمل جهد زيادة، فعماله بيشتغل زيادة. لما يشتغل زيادة شو عم بصير عندنا؟ بشد، لأنه هذه الشغلة مش شغلته، المفروض هاي الشغلة تكون لعضلات المؤخرة اللي هي الجلوتس. فعشان أشغل الجلوتس بدنا نشد الجلوتس، نطلع في التمرين لفوق من الأرض، بدفش الأرض وبطلع لفوق. هلأ بس نطلع فوق أعلى شيء، طبعا أعلى شيء مش معناته أنه أنا بدي أوصل نص متر بالهواء، لا، بس أنه أرفع حالي شوي صغيرة، زي ما شايفين بترفع المؤخرة عن الأرض شوي صغيرة، بتضلك شادد البطن، وبعدين بنفتح الباند لبرا 3 مرات ومنرد نرجع ننزل. التمرين الثالث راح يكون، هلأ في ناس بالتمرين الأول وبالتمرين الثاني لسه ما حيعرفوا يسيطروا او يشغلوا هاي العضلة يعني بالضبط، لانه هاي العضلة جاية بالضبط فوق، فانت اصلا لما تشتغل هذا التمرين راح تحس فيها هيك بحرقة خفيفة من فوق، يعني من المؤخرة من فوق. فاحنا اذا لسه مش شغال هذا الحكي راح نعمل كمان تمرين عشان التأكيد، اللي هو التمرين الثالث هذا. هلا بهذا التمرين بالباند نفس الشيء، بنحط الرجلتين فوق بعض، وبعدين بحط الركب، بحاول ارفعهم، طبعا حسب انت المرونه اللي عندك او المرونه اللي عندك. مرات في ناس بيكون عنده كرش او ما بيكون في عنده مرونه كافيه بالحوض، ما بيقدر يرفع رجليه اعلى من الهيبس، بس احنا بدنا نحاول نرفع الركب، يعني هو الواحد نايم على سيفه هيك بالعرض، بدك تحاول ترفع الركب اعلى شوي من الحوض. بعدين راح نخلي القدمين فوق بعض، يعني القدم ما بتطلع لفوق، ما بتترك مكانها، القدمين بنخليهم لازقين ببعض، وبس بطلع بالركبة لفوق. هلا زي ما شايفين اذا بتعمل الحركة وبميل ظهرك لورا، ترجع بتفتح لورا، راح يصير عندك انه اللور باك، العضلات الظهر الخلفية راح ترجع تاخد التمرين كمان مرة، راح ترجع تاخد الجهد كمان مرة. فإحنا اللي بدنا نعمله إيش؟ إنه بدنا نخلي الصدر كله داخل لجوا، تخلي إيدك على الأرض وبتخلي حالك كلك هيك داخل لجوا باتجاه اللي أنت عمال، الاتجاه المعاكس اللي إحنا بنعمل فيه. إذا أنا بفتح رجلي اليمين، أنا بدي يكون كل جسمي رايح لليسار داخل لجوا عشان ما أشغل الظهر. هلأ وهلأ بدنا نشغل الابس، لانه حكينا في عنا ضعف في عضلات الابس. طبعا ضعف في عضلات الابس برضو العضلة مش شغالة، مش معناته انه انت عمالك بتعمل تمرين ابس بالجيم، اول شيء ممكن مع انك عم تعمله غلط، او مش عمالك تستهدف العضلات اللي احنا بدنا اياها لا
بتستهدف هذا الضعف، لانه في عضلات الابس او عضلات البطن هي اكثر من عضله، مش هم بس السكس باك اللي انت شايفهم من قدام او الست اللي احنا بنشوفهم دائما بالصور، هدول مش هدول هم بس عضلات البطن، في عضلات بطن داخليه، في عندك عضلات الاوبليكس اللي هي العضلات اللي احنا بنسميها الريش على الجنب، وفي عندنا العضلات السفليه والعضلات العلويه. فهلا بهذا التمرين، هذا التمرين اسمه ديد بوجز. ديد بوجز معي لوش ترجمه بالعربي، يعني اذا ترجمته بالعربي حيكون موضوع مسخره شوي. فديد بوجز راح نعمل التمرين. اول شيء بتنام على الارض، ظهرك كامل مكبوس كبس، بدي تكبس الارض، يعني لو بتدخل ورقه تحته ما بتدخل. بعديها بنرفع الرجلين 90 درجه والايدين 90 درجه، بحط ايد بعكس رجل، بثبت الرجل الثانية بالإيد وراح أفتح الرجل الأولى والإيد المعاكسة لبرا على الآخر. طبعا عشان أفتحهم بهذه الطريقة مش شرط أنت توصل لتحت، أو مش شرط توصل للآخر للأرض، إحنا بدنا نوصل لمرحلة إنه نحس فيها إنه عضلات البطن بلشت تشد وبلشت إنها تشتغل. وبنعمل 5 أو 8 على اول سايد، اذا حسيت فيها باول 5 اتس اوكي، اذا ما حسيت فيها كمل لـ8، بعدين بنغير وبنعمل على السايد الثاني. طبعا هذا كله انا عاملكم اياه، ممكن يكون مثلا تعملوا جوله وترد تعيده كامل. وراح نحاول انه نعمله بتقريبا كل يوم، خصوصا للناس اللي عندهم هذا الموضوع كثير مضايقهم ومغلبهم. هلا الناس اللي ما عندها الانتيرير بلبك تيلت ممكن يكون عنده بس وجع بأسفل الظهر، ممكن يكون في عنده عضلات مش شغالة، فرح يستفيد من التمارين اللي فيها تشغيل عضلات والتمارين اللي فيها رخي عضلات. فبإمكانكم تستعملوا هاي التمارين، يعني أنا هاي التمارين بتصير بعد فترة كتير سهلة، فبصير إنه الواحد يعملها بسرعة وبيحفظها، فبصير يعمل هذا الروتين كامل بخمس دقائق 7 دقائق بيكون خلص الموضوع كله، وبعدين بتدخل على تمرين. خصوصا إنه إحنا عم نعمل حركات دايناميك اللي هي المتحركة مش الثابتة، فعشانها متحركة هاي بتدخل الدم على المفاصل والدم على العضلات، وبتعمل برضو نفس الشيء تفعيل للعضلات. التمرين اللي بعده اللي هو كات كاو ستريتش. كات كاو ستريتش اللي هو راح نعمل فيه انه راح نشد البطن كامل لجوه ونقوس الظهر ونرد نفتح بالعكس، هذا بشغلنا عضلات البطن شوي وبرخي الظهر من ورا، فاحنا رح نرخي في الظهر ونشغل في البطن مع بعض. طبعا بامكانك تعمل التمرين بحركه دائريه على اليمين ولا اليسار. هلا اذا صار التمرين انه واحد يطلع لفوق ولا تحت سهل، بصير يعمله بحركه دائريه. بما انه هذا تمرين فيه ستريتش اكثر، بامكانك تعمل فيه اكثر من 10 عدات، يعني بدك تعمل 10 15 عده اتس اوكي. التمرين اللي بعده رح نعمل فيه برضه اكتيفيشن، يعني للي ما صار عنده اكتيفيشن زي ما حكينا، ما صار عنده اكتيفيشن اول شيء بالتمرين الاول اللي عملناه للارض لعضلات البطن ما تفعلوا، هذا التمرين فعلنا عضلات البطن. والحلو فيه كمان انه فيه ستابيليتي، يعني اذا انت في عندك خلل بالتوازن، اول ما تفتح ايدك بعكس رجلك بهذا التمرين ممكن تحس انه في خلل بالتوازن، ما بنعمل التمرين بسرعه، مهم جدا انه تعمل شوي شوي بالسرعه اللي انا حاططها، وباخر التمرين بالهواء حاول انك تمسك حالك لمدة ثانيتين أو ثلاثة عشان تشوف إنه هل أنا ستيبل، هل أنا ماشي صح ولا عمالي بهز. إذا بلش الجسم يهز بنحاول نعطي الكور، بنحاول نعطي عضلات البطن وقت زيادة إنها تتفعل وتشتغل عشان تمسك هذا الحبي. في كمان تمرين هلأ راح نعمله للتفعيل اللي هو تمرين الكتف زي ما حكينا من ورا. طبعا إحنا اشتغلنا هلأ على المنطقة السفلية كلها، فعلنا ورخينا المنطقة العلوية، رخينا من فوق، هلا بدنا نفعل. التفعيل راح يكون الاكتيفيشن لعضلات الكتف الخلفية اللي هي الرير دلتس. فبهذا التمرين نمسك الباند الخفيفة نفسها ونمسك باند شوي صغيرة أقل منها، بس لو أخذت الباند الخفيفة ممكن إنك تلفها لفتين أو ثلاثة يصير فيها التقل اللي أنت بدك إياه. تمسكها بطريقة مستقيمة، تمسكها بخط مستقيم قدامك، وبتفتح كتاب، بتفتح ايديك لورا، يعني بتفتح ايديك خليهم مستقيمين وبنفتح على الاخر لورا. هلا ممكن تتني كوعك شوي صغيره وتعمل الحركه كانها تكون حركه دائريه، بس عشان التبسيط باولها، خصوصا انه الباند خفيفه، بنفتح
الحركة بنفتحها لو انفتحت بشكل مستقيم عادي، بس عشان نفعل العضلات الخلفية للظهر. وهيك صار عندنا انه احنا اشتغلنا على الجسم كله، فعلنا العضلات اللي مش شغالة، رخينا العضلات اللي شادة. هون اللي انا بدي اياكم تفهموه بالفيديو اكتر، انه نفهم احنا السبب من وين جاي، لانه في ناس كتير بعرفهم، وانا هذا اصلا الفيديو عامله لشخص طلبه مني لانه عنده مشكلة، عنده هاي مشكلة الانتيريور بلفيك تيلت مع الراوندد شولدرز. فبدي الناس كلها تفهم انه من وين المشكلة اصلا جاي، يعرف شو العضلات اللي شادة. يعني يا ريت ترجعوا على الفيديو كمان مرة تحضروه، تعرف بالضبط شو العضلات اللي عمالها بتشد وشو العضلات اللي عمالها مش شغالة او ضعيفة، يعني عشان نفهم احنا شو اللي عم بصير. حتى لو انت رحت على الجيم وحاولت تعمل هذه التمارين او حاولت تعملها بالبيت ونسيت، تكون فاهم الكونسبت، تكون فاهم المبدأ من وين كله اجا ومن وين المشكلة هاي كلها صارت عنا. دائما مش من ما بنحاول نحل المشكلة واحنا مش عارفين السبب من وين، بنشوف السبب وين بعديها بنحل المشكلة. اذا حبيتوا الفيديو يا ريت، اذا اي حد عنده كومنت ما عندكم مشكلة تكتبوا تحت وتعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا كتير لكم.